بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة التدريب الأول على مظاهر سطح بلدي. اكتب البيانات على الخريطة. يشير رقم 1 إلى الصحراء الغربية. يشير رقم 2 إلى الصحراء الشرقية. يشير رقم 3 إلى البحر المتوسط. يشير رقم 4 إلى البحر الأحمر. يشير رقم 5 إلى منخفض الفيوم. ضع خط تحت الإجابة الصحيحة. أكبر الوحدات التضاروسية في مصر هي شبه جزيرة سيناء، الدلتا، الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية. الإجابة الصحيحة الصحراء الغربية. تشكل وادي النيل والدلتا والفيوم نتيجة التعرية المائية، التعرية الهوائية، تآكل الشواطئ. الإجابة الصحيحة التعرية المائية. تربط وادي النيل والدلتا والفيوم صخرية صلبة، رملية جافة، طينية خصبة. الإجابة الصحيحة طينية خصبة. تبدو الصحراء الغربية على شكل مربع، مثلث، دائرة، مستطيل. الإجابة الصحيحة مستطيل. يوجد وادي العريش في شبه جزيرة سيناء، الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية. الإجابة الصحيحة شبه جزيرة سيناء. يقع منخفض الفيوم نقط مدينة القاهرة شمال شرق، جنوب غرب، شمال غرب، جنوب شرق. الإجابة الصحيحة جنوب غرب. بم تفسر منخفض الفيوم بيئة زراعية بالرغم من وقوعه في الصحراء؟ لأنه يروى من ماء نهر النيل عن طريق ترعة بحر يوسف. انتشار المنخفضات في الصحراء الغربية بسبب عوامل التعرية الهوائية والمياه مثل منخفض سيوة والدخلة والخرجة والقطارة والبحرية. معظم منخفضات الصحراء الغربية مأهولة بالسكان بسبب انتشار الزراعة لوجود المياه الجوفية وانتشار التعدين لوجود آبار البترول والغاز الطبيعي. تتميز الصحراء الشرقية بأنها صحراء جبلية صخرية لوجود سلاسل جبال البحر الأحمر بها. أهمية الصحراء الشرقية: الصحراء الشرقية غنية بالمعادن مثل الذهب والفوسفات. تتميز شبه جزيرة سيناء بوعورة، وعورة يعني صعوبة، بوعورة السطح في الجنوب لوجود المرتفعات مثل جبل سانت كاترين وجبل موسى. تعد قناة السويس أهم الممرات المائية في العالم لأنها تتحكم في 12% من التجارة العالمية. ضرورة الاهتمام بالصيانة المستمرة لقناة السويس بسبب تعرض مجرى قناة السويس للتعرية المستمرة مثل تآكل الشواطئ. أهمية الأودية الجافة: تستخدم كطرق ومجاري مائية عند حدوث السيول مثل وادي العلاقي. ما النتيجة المترتبة على كل من رقم 1 حدوث حركات انكسارية في الصحراء الشرقية؟ أدى إلى أصابت الصخور الصلبة مما أدى إلى ارتفاع بعضها وانخفاض البعض الآخر فتكونت سلاسل جبال البحر الأحمر. ما النتيجة المترتبة على انتشار الزراعة والتعدين في الصحراء الغربية؟ أدى إلى أصبحت الصحراء الغربية مأهولة بالسكان
ما النتيجة المترتبة على تعرض الصحراء الغربية للتعرية الهوائية والمائية؟ أدى إلى تكوين المنخفضات مثل منخفض القطارة، منخفض الخرجة، والدخلة، والبحرية، والفرافرة. أكمل ما يأتي. أكبر الوحدات التضاروسية في مصر هي الصحراء الغربية. تشكل وادي النيل والدلتا نتيجة التعرية المائية. تربة وادي النيل والدلتا والفيوم تربة خصبة. تبدو الصحراء الغربية على شكل مستطيل. تبدو الدلتا على شكل مثلث. يقع منخفض الفيوم نقط مدينة القاهرة جنوب غرب. يوجد وادي العريش في شمال شبه جزيرة سيناء. الصحراء نقط مأهولة بالسكان. الصحراء الغربية. أعلى قمة جبلية بمصر جبل سانت كاترين. أعلى قمة جبلية بالبحر الأحمر جبل شايب البنات. اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام كل عبارة. أصغر الوحدات التضاروسية في مصر الصحراء الغربية. العبارة خاطئة. تربة الدلتا ووادي النيل تربة خصبة. العبارة صحيحة. يقع منخفض الفيوم جنوب غرب مدينة القاهرة. العبارة صحيحة. تتميز شبه جزيرة سيناء باستواء السطح وعدم وجود مرتفعات. العبارة خاطئة. تتميز أراضي جنوب سيناء بوعورة السطح. العبارة صحيحة. تكثر الأودية الجافة في الصحراء الشرقية بمصر. العبارة صحيحة. توجد هضبة مرمريكا في شمال الصحراء الشرقية بمصر. العبارة خاطئة. تربة الدلتا ووادي النيل تربة صخرية صلبة. العبارة خاطئة. أصغر الوحدات التضاروسية في مصر وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. العبارة صحيحة. ينحدر نهر النيل من الشمال إلى الجنوب. العبارة خاطئة. الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء تمثل 95% من مساحة مصر. العبارة صحيحة. الصحراء الغربية على شكل مستطيل ينحدر من الجنوب إلى الشمال. العبارة صحيحة. تفتقر الصحراء الشرقية للمعادن. العبارة خاطئة. تنتشر آبار البترول والغاز الطبيعي في الصحراء الغربية. العبارة صحيحة. الصحراء الشرقية بها معادن مثل الذهب والفوسفات. العبارة صحيحة. اكتب البيانات على الخريطة. رقم 1 البحر الأحمر. رقم 2 جبل العوينات. رقم 3 هضبة مرمريكا. رقم 4 هضبة التيه. رقم 5 جبال البحر الأحمر. إن شاء الله الدرس القادم التدريب الثاني على درس مظاهر سطح بلدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.